حياكم الله مشاهد الكرام وعيدكم مبارك في اليوم الثاني من عيد الفطر السعيد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب العالمين كل أيامنا عيد والكويت تزهى بفخر واعتزاز بقائد مسيرتها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهد الأمين، وأهل الكويت أيضا ينعمون بالأمن والسعادة والخير. قولوا آمين يا رب العالمين وأمتينا العربية والإسلامية. مشاهد الكرام، أحلى الليالي استمرارا لأحلى الليالي في شهر رمضان المبارك. مما لا شك في مشاهدين الكرام، يمكن تعودتوا دائما ضيوفنا يكونون رياضيين، وبالتالي ربما جانب آخر يمكن غير رياضي. الليلة غير، الليلة لازم نوقف ونحترم تاريخ. نتكلم نقول العصر الذهبي عن كرة القدم، جاسم يعقوب، فيصل الدخيل، فتحي، كذا كذا. أنا أقول العصر الذهبي هو للكويت، وتحديدا ستينات سبعينات ثمانينات، عصر ذهبي في كل مجال من المجالات. من منا لا يذكر من أضحكنا؟ من منا لا يذكر قمم بالفن؟ شعرنا بسعادة ونفتخر بهذه الأسماء عندما نتذكر، عندما نذهب إلى الخليج، إلى عالمنا العربي في زياراتنا، في إجازاتنا، ونقعد نتذكر ونفتخر ونقول الفنان الفلاني، ونعد على أصابع اليدين وربما نتعدى ذلك. هذه الكويت لنفتخر فيها بأهلها وشعبها. باسمكم مرحب بفناننا الكبير أبو عبد اللطيف. حد ينسى كلمة أكل الذهب؟ هم هم أبو عبد اللطيف، عيدك مبارك وحياك الله. عيدك مبارك وأيامك سعيدة، وعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات يا رب العالمين. عطنا التقرير. حفل الزمن الجميل بإبداعات عمالقة الفن الذين قدموا خلال مسيرتهم الطويلة أعمالاً ذات رسالة قيمة، فالبعض من أبناء اليوم نسي إبداعات هؤلاء العمالقة ممن تركوا بصمات قوية وإرثاً فني، بينما يستذكر آخرون عطاءات نجوم الأمس من خلال الاستمتاع بأعمالهم وقراءة كل ما يخص حياتهم الفنية أو الشخصية. معنا اليوم شرير الشاشة الفضية. الذي انطلقت مسيرته الفنية عام 1963 واشتهر باللزمات في مسلسلاته التراثية، فلا يمر عمل إلا ويفاجئ المشاهدين بلزمة ذات طابع فريد لا تخلو من الفكاهة، ومن أشهرها حلوة 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 يا سلام. ماكو سر يخفى على علقم، علقم علقم مر ومدلقم. أنا اللي آكل الذهب أكال هم. العملاق خالد العبيد الذي غرس في ذاكرتنا في طفولتنا بسبب أدواره الشريرة ومؤامراته التي لا تنتهي، عشقناه في كبرنا بعد أن عرفنا مفهوم رسالته الجميلة. ابتعد لسنوات عن فنه الجميل رغم تاريخه الحافل بالأعمال التي ما زالت في ذاكرة المشاهدين. كان العبيد لسنوات وجبة رمضانية لا تمل، ينتظرها الصغار والكبار على أحر من الجمر بعد الإفطار ليتابعوا أدواره، ومنها دور الرجل الشرير الذي يلاحق البطل ويسعى إلى النيل منه. في الوقت نفسه واصل عشقه للرياضة وكرة القدم، ويا ويل من يتعرض لنادي القادسية أمامه، فهو ملكي الهوى ومتعصب للقلعة الصفراء. الكويت ولاده
مو نقول والله الستينات والسبعينات والثمانينات وانتهينا وخلاص وراحوا العصر الذهبي في كرة القدم بالفن بالسياسة بالاقتصاد. لا 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 لا، الكويت ولاده والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى جيل بعد جيل، ونفتخر في كل جيل من هؤلاء، وكل له رسالته أداها بأمانة وصدق فضل الله سبحانه وتعالى. وانتم متأكدين من الكلام اللي أنا قاعد أقوله؟ من منا لا يذكر ذلك الفنان خفيف الظل، دم خفيف، عنده أفيهات أيضا سريعة ما شاء الله تبارك الرحمن. أكو حد ينسى ولد الديرة؟ ولد الديرة ماني قالك خالد؟ بقولك ولد الديرة عيدك مبارك. أول شيء عيدك مبارك وتقبل الله طاعتكم وعسى ربي يحفظ الكويت وأهل الكويت. وفي هالمناسبة الحلوة أرفع أسمى تهاني وتبريكات إلى الوالد الجميع أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واسمه ولي عهده الشيخ نواف الأحمد، واسمه رئيس مجلس الوزراء، والشعب الكويتي الوفي وأهل الخليج طيبين، وأقول عسى الله يعود علينا بخير وصحة وعافية جميعا كلنا إن شاء الله يا رب العالمين. عطى التقرير جزاك الله خير. نجم كوميدي مثير غازل الجمهور بأعمال ممتعة ما زالت محفورة في الوجدان، طموحاته كثيرة يريد من خلالها رسم البسمة على محيا كل من يتابعه. ورغم العارض الصحي الذي ألم به وجعله أسير الفراش لمدة ليست بالقصيرة، إلا أنه بعزيمة وإصرار عاد ليؤكد أنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. وها هو يعود لطبيعته المريحة وجمهوره بعدما قهر المرض بإرادة كبيرة. بدأت شهرة الفنان ولد الديرة كنجم كوميدي لامع في منتصف الثمانينيات عبر مسرحيات كتبها الراحل محمد الرشود مثل لولاكي والكرة مدورة، والتي سعت لمعالجة معظم المشكلات الرياضية وظاهرة التعصب في الملاعب بكوميديا هادفة، كما تناولت مشكلات اللاعبين الاجتماعية ومدى معاناتهم. مسرحية الكرة مدورة باتت محفورة في الأذهان شأنها كشأن باي باي لندن وعلى هامان يا فرعون، لكونها شخصت أوجاع كرتنا المحلية وهموم لاعبينا بعمل أبدع فيه الراحل الكبير غانم الصالح ورفيق دربه المرحوم خليل إسماعيل، إلى جانب المتألقين عبد الرحمن العقل ومحمد العجيمي والفنان انتصار الشراح. أما ضيفنا اليوم فكان فاكهة العمل بمقولة أحمد. نعم أختي. مساء الخير. التي أضحكت الجمهور بشدة. الحديث عن ولد الديرة وقفشاته وروحه المرحة يحتاج لصفحات كثيرة، فأهلاً بعاشق باريس وسمير غانم الكوميديا الكويتية الذي عاد يوم 15 من أبريل عام 2015 إلى محبوبته الكويت بعد رحلة علاج دامت لست سنوات في المستشفى الأمريكي بتايلاند، ليحظى باستقبال كبير من جماهير أحبته وعشقت فنه. بس تدري يا أحمد؟ نعم أختي. أنت تيمم يا علّك اليني قولي آمين. نعم؟ نعامة ترفسك وقتك من وجهك. أقول أحمد؟ نعم أختي. ثلاجات ستة غدم زلقوا. أبو لطيف خالد أكرر التهنئة بعيد الفطر السعيد. حياك الله. كل عام وانتم بخير وانت بصحة وسلامة. أتكلم أنا عن العيد بين جيلين، جيل خالد عبيد وأبو لطيف، بين جيل خالد ولد الديرة. نعم. خلنا نتكلم أبو لطيف إذا سمحت لي، تلك الفترة الزمنية وأنت في جبلة، زين شون استقبال ذلك العيد؟ ارجع بالذاكرة أبو عبد اللطيف لو سمحت شوية. والله زمان قبل غير، زمان قبل من أحلى، كلنا نقول غير، من أحلى ما يمكن. إحنا نقول صح، وعيالنا أحفادنا يقولون أيضا زماننا حلو وغير. ويا ريت يعيدونه الدورة، الدورة هذه ترعاد، بس وين يعاد؟ ما ينعاد.
الزمن العجيب، الزمن العجيب، الزمن الطيب، زمن الطيبين. اي نعم. والطيبة. والطيبة. ما ينعاد. طيبين والطيبة، نعم. ما ينعاد. وين؟ نص ربية. اي. العيدية نص ربية. الله. 10 دنانير و20 دينار و80 و100 و500. لا يبا. زمان قبل غير. زمان قبل والله العظيم. يعني لا، أنا عندي 5 ربيات. 5 ربيات الحكي. المويل لك سوالف لي، المويل لك انت عيدته الحين سوالف ابي من طقطق اللي سلام عليكم وعلى اخواننا المصريين. من عمتي صليت العيد. اي قول لي. من عمتي، عمتي اخت ابوي من ام وابوه الله يرحمهم. الله يرحمهم. الله رب العالمين. اللهم امين. 5 ربيات تعطيني. اعطيتك 5 ربيات؟ 5 ربيات. تقول بيت حكومه. اي نعم. عام 1900 وكم؟ وخشبه؟ اي خشبه. وزلال الله يرحمك يا وزلال. اي وي بالخمسينات ولا بالاربعينات ولا الثلاثينات؟ بالخمسينات. خمسينات. بالخمسينات مو بالثلاثينات. لا بالثلاثينات يعني بالثلاثينات. حكي وين؟ لك العمر الطويل. اي نعم. سلمك. شنو تشتري فيها؟ تعايز؟ أجار الحمار قبل الحمار. اي نعم. اي مصربية. 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 ايش كثر الوقت اللي تاخذ فوق الحمار؟ في اكثر من 2-3 ساعات. بعد عزكم الله مو اي حمار، 8 سلندر. هذا الرفيع. هذا سلندر. وبعدين شنو هو؟ محنة. محنة؟ اي محنينة. محنينة نعم. محنينة من انروع ما يمكن. وين؟ وكل شيء ونسنا. يقول لي قول لي حاج شنو الاشياء اللي اوكي دوارف بس هذا تاجر القواري مثل ما تفضلت نركب على هذا هو بس هذا هو هذا اللي هذه اناستنا. إيه انت ايش سويت؟ تقول انت اجرت بحمار كم سابع بنص بنص ربيه. هذه اناستنا قبل ماكو اناسه غيرها. اناسه اللي هي الواحد يقزر وقته. اي والله مع الناس الطيبه. اي نعم. 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 اهل الشيمه والزيارات. الزيارات عبيت خالك بيت عمك بيت المكان هذا. صله الرحم كانت موجوده. تترس المخبات وكلها ربويات. الربويات ثقيله. اي نعم ثقيله. الحمد لله الحمد لله. وقزرت قزرت على دكاكين حواليكم. اي الدكاكين. وي ايش فيها الدكاكين قبل؟ دكاكين الطراح. الطراح لطروح. لطروح اللي يبيعون طروح. زين. لطروح زين. من ايران والعراق؟ لا من 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 العراق. ما تجي من ايران. ما هي من ايران. لا من ليش الفرضه في بعد ابوام تجينا من العراق. اكثر شيء من العراق. نعم العراق. العراق. وهذه فاكهه لطروح. فاكهه. والبمبر. اي البمبر ترى مفيد. البمبر انا امس قاري عنه تقرير. إيه؟ مفيد البمبر مفيد. الحين انقطع يا اخي. ابو عبد اللطيف من كم يوم برمضان والله العظيم انا قلت يمكن بني اذن في البرنامج. نعم. تفاجات جاي قبل الفطور ولا اكو ام عين كذي محطوط فيه. نعم. ولا شو اسمه كان تقول لي مش طالع كان تقول لي بمبر. اي قلت يبا راح وقت البمبر الحين. إيه هذاك يوم ما عندنا غير البمبره والسدره. والله إيه بمبر. كنار وبمبر. البمبر فيه فائده عظيمه. إيه؟ فائده عظيمه لجسم الانسان. زين اكلت راح يوم يوم قريت انت الحين. إيه والله شريت بمبر. اي والله شريت بمبر الحين. اي نعم والله. والله شريت بمبر وكنينه. شنو فوائد؟ عيالك اكلوا؟ احفادك اكلوا؟ لا لا يتلصق. يتلصق يتلصق. اي نعم ما ادري يعني عبالهم ملوخيه. اي نعم. بس وين وين قبل؟ لان قبل هي الفاكهه الوحيده. يعني البرتقانه. وين البرتقان؟ وين البرتقان؟ رمان يعني رمان. واللي بينا تفاحه هذا شو؟ وي هذا التفاحه وين هذه؟ زمان قبل تفاح ماكو. تفاح تفاح بفسيوه. زين بفسيوه هذا العراقي. ايه والحمد لله. بس لذيذ ايضا التفاح هذا. نعم. يعني حتى الحين لو نحوشه مثلا واحنا ساعات ندور احنا. نعم ب ب نعم نعم شبره ندور احنا التفاح بوسيوه. اي بس وين الحين؟ الحين ترى كل ما الخير كثر. اي تقل البركه. البركه تقل. زين ليله العيد الدشداشه ان الله يكرمك. نعم. شلون عن الشغله هذه مثلا ايش فصلون لك ثوب جديد؟ لا لا بس يعني تفصل الحين ما في فرحه على الهدوم اللي بالنسبه ايام بس خاصه. لا ماكو فرحه. وين الفرحه؟ لان كل يوم ما شاء الله الفرحه انعدمت. ماكو فرحه لانه موجود. ابو لطيف موجود. كل شيء موجود. كل يوم شاشه جديده. كل شيء موجود. زين مثل اول انت قبل لما ليله العيد الله يكرم السامع
لكن عالي دينا مخشوشة وين تخشها؟ تحت المخدة؟ تحت المخدة نعم زين. تحت السرير زين؟ اي نعم والله أنا خايف أن أموت تحت السرير أنا خايف والله تحت المخدة لا لا طيب. تحت السرير لا تحت السرير زين وين قبل؟ قد شداشة اليدينة؟ قد شداشة مخشوشة مريكن؟ لا لا مو مريكن لا مريكن هذا قبل مريكن قبل ها؟ لا مو شو اسمه؟ بو هذا بو بتفاحة بتفاحة اي بتفاحة ربع يسألون شنو مريكن؟ المريكن امريكاني يعني غايب امريكاني يعني مريكن امريكاني يا حلال خام الامريكاني نعم الامريكاني المركة غير المركة يا بالحلال حق شو اسمه؟ الامريكاني الامريكاني نعم خام امريكاني اي وهذا اللي من يلبسه قبل وين؟ المريكن اي بس بتفاحة ها؟ بتفاحة هذا اصلي اي طاقات اي طاقتين ثلاث توزعون علينا زين اذا شقت هالدشداشة شيطان مع الشيطان ادري ادري لا ورديت للوالدة الله يغفر لها يا رب العالمين رحمت الله يرحم الله وين الوالدة يا رديت ماكو يعني طراق طراقين ها ايه حققها شاقها يا ملعون الوالدين حق شاقها اي والله مشكوكة لك العمر طويل باب الحمد لله الحمد لله ود الديره امن جيل اخر ايه نتحدث ايضا عن العيد فرحة العيد ليلة العيد بعد صيام شهر رمضان المبارك والله قبل فارق بين جيلين ايه او ايه طبعاً جيل طبعاً ربويات وغيرها دنانير يعني اي فعسى الله يطول عمرك ما لحقت على الربويات ابو عبد اللطيف لا لحقت على الربويات الله يذاك ايش قالوا لك؟ قلت يمكن لا يعني انا لاحق على الربويات انت لاحق على الربويات ومشى العمر كله انا ما لحقت على الربويات اي احنا لحقنا على دينار زين صباح السالم الله يرحمه كانت الصوره عليه اي قبل عبد الله السالم عبد الله السالم انا ما لحقت على عبد الله السالم لحقت على صباح السالم اي زين اي شوفنا ليله العيد يعني ليله العيد دشداشه جاهزه اسكم الله الجوتي كان العيد يحوشنا بالشتاء برد ساعتني قبل ساعت بالشتاء ساعت بالقير اي بس انا اذكر وانا صغير حاشنا وايد بالشتاء اي حتى ايام المتوسطه بالشتاء حاشنا بالشتاء يعني عمرك بالثلاثينات انت الحين؟ لا بالأربعينات؟ لا أنا فوق الأربعينات 45 50 بالخمسين 50 إن شاء الله شفر شفر طبعا ما إله إيه. لكن أبو طويل إيه. إيه. زين فلحقنا على الدنانير زين إي ونقعد بالديوان عند أبوي الله يرحمه ويجون ربعه ويسيرون عليه عاد إحنا عاد كله رازين السدر على العيدية يمر زين إيدك مبارك يا وليدي إيدك مبارك وتعال عاد عد العيادي إيه. وسيدة تيل شراغي ما شراغي القواري روح لبس القاري الحين عاد غير العيد وين بيتروح لب الدوارف؟ قبل الدوارف ما روح دوارف والله خفت تركب ديرفة يدزك كذي ولا انت شغلبها فوق تحت لا قواري نستاهل قبل اي القاري قبل عندي القاري والنباطة عندي هذيلا حبايبي نقوش بالنباطة اوه عسماوي ما ثنيها زين حمار حصان مركب لا لا الحصن عندنا بالشاليه نركب الحصن وسمه بس اسكم الله الحمار نعم. لا ما لان شتي ابو دذونة سكان سيكل الله عليه راعي الشاليه هذا ايه. معروف يعني ابو يرى الحمار اول ما نحط شاليه حد حماره صوب نويصيب كان قصر الشيخ فهد السالم الله يرحمه نعم. ابو يمنا على طول لما الان موجود اي لحد الان موجود ما شاء الله اي اكثر عيدي حصلتها خالد والله لي خمس ربيات عمت الله يغفر لها رب العالمين لا بس أنا أني أذكر يعني العيدية قبل إذا صكك نوط بو عشرة تويل كذي صكك بالستينات 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 أنا توني صغير أنا 62 كل عشرة دنانير إيه قبل السبعينات والسبعينات أنا حاجيك عمري 10 سنين 10 سنة إيه يعطيني 10 دنانير السبعينات يعطيك 10 دنانير 10 دنانير الخضرة تذكرها شو مو حذكرها إيه تقول شي سحنة مو نوط وعشرة زين ف غير يعني وبعدين تيل ما تيل وشراغي وهالسوالف وبعدين نروح الشاليه يعني أول يوم ثاني يومين سير دواوين ويعني يذكرهم رب ابوي الله يرحمهم كلهم يعني من فضل الله سبحانه وتعالى يعني العيد ما في شك انه تواصل اجتماعي طبعا صلة يعني الرحم كانت موجوده يعني قبل تشوف العالم دواوين اول شيء مبطله اوف زين الاسر متواصله نعم نعم فيما بعضها بين الخاله والام والخاله الاب مع العم والجنه كلهم كلهم اي في تواصل طبعا انا اعتقد لا تزال وان قلت الان الى حد ما
اتساع المناطق. نعم. يمكن عفوا ابو عبد اللطيف مثلا على سبيل المثال او محمد او خالد يمكن مثلا عندك اخو ساكن مثلا بصباح الاحمر على سبيل المثال مثلا او بجهره اصبح على بيت هناك وكذا فصار في صعوبه اصبح التلفون يعني من خلال. لكن والله ابو مشعل انا كلامك في متمه احنا لحد الان يعني الحمد لله اي لحد الان لنا يومين تجمع بالاسبوع اخوان وخوات وسايب والامور هذه شوفها الكويت ما قطعوا عاداتهم وتقاليدهم الحمد لله لا يقول لك المسافه والمسافه لا لا ماكو التليفون انسى لازم تيجي تشوف خواتك واخوانك صله الرحم ما في روح تعال لكن اللي يقول لك انا والله درب بعيد ازدحام بدي شنو اللي يبي اللي يبوسك يد الخدك وينه دام عارف ان هذا يوم مقدس يوم تجمع العائله ما ضيعه طبعا عيد والله سبحانه وتعالى اوصى في صلاه الرحم اي طبعا العيد او نحرص على العيد شنو الغداء الغداء او في الغداء مبكر الغداء مو الحين خلاص طايح الغداء اي قد يكون الضحى الحين تغدى الساعه 3 اي والله انا ابو عبد اللطيف يعني انا اليوم اي اليوم احفادي عندي نعم عياله يا احفادي نعم. انا متقدم يمكن الساعه 3 وشوي نعم لأن العصر اقول لهم اذان العصر كبرى وبعدين اولاد الاولاد يا الله قاموا ينامون يا الله البركه يسهرون بالليل يسهرون بالليل احنا علشان ينامون الزوار يوم باكر الزوار الرسميه باكر اليوم ثالث العيد أنا ثانية العيد اليوم زوارة ثالث العيد يعني صجوني مثلا يوم العيد وعيدوني وراحوا ناموا وش عارف كذا بس قبل ما في سهر ليله العيد الحين سهر وين وين الحين حتى الايام العاديه يصبحون والله خليك من الايام العاديه بس يعني احنا قبل انا وابو عبد اللطيف احنا اكبر منك انا يعني من طقه العمر كله ان شاء الله لك العمر طويل خالد زين ليله العيد نام مبكر عشان نقعد الصلاه زين وبعد ذلك انتشروا على ابو عبد اللطيف نعم الحين غير وين الحين لان الحين الوقت تغير اي والله الوقت العائله كبرت العائله كبرت يا الله البركه يا الحمد لله نعمه من الله كبرت واحفاد احفاد الاحفاد وقبل بيت عفوا قبل البيت العود نعم العود يجمع الاخوان العائله وزوجاتهم واحفادهم زين الحين من فضل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين تمم علينا وجسر علينا واسره الصباح الحاكم من فضل الله سبحانه وتعالى زين الان عيالك واحفادك عندهم بيوت وخير ونعمه من فضل الله سبحانه وتعالى قبل البيت كلهم وياي العيال قبل لا ياخذون بيوت كلهم وياي بيت واحد الحمد لله كلهم وياي هذا اول ما تزوجوا إيه؟ وبعدين انتشروا انتشروا الحين الحمد لله الله سبحانه انتشروا وتعالى. انتشروا كلهم انتشروا الحمد لله اذا ما عندنا بيت الدوله قاعده تدفع ايضا كل واحد قبل البيت الكويتي بيوت كبار الاخوان ما يتفرقون حتى لو تزوج قاعد نفس البيت طبعا قبل البيت قسيمه قارعين بهالغرفه حتى قبل قسايب خالد ابو مشعل قبل القسيمه 1000 متر بعدين صارت 750 بعدين صارت 500 بعدين 400 باكر يعطونك طابوقه يقول هذا بيتك 300 خالد قبل ترى حتى بيتات صغار بعد لطيف لحق عليها ولا لحق عليها زين بس كانت مبروكه نعم ترى الغرفه الأبو والأم والعيال ينامون بنفس هالتجربة ترى صح واكو شوية مثل يا أخو كذي حق الدياي وحق الغنم وحق البقرة وحق زين اكتفاء ذاتي الغذاء اكتفاء ذاتي موجود غرفتين ثلاث والناس عايشة بنعيم وفضل الله سبحانه وتعالى وقناعة ساعة سدر ونفوس طيبة يعني الحمد لله نقول الحمد لله لابد لصحون التصاغة الحمد لله نعم الحمد لله الحمد لله الفن في خدمة الرياضة نعم نعم الفن في خدمة الرياضة نعم خالد العبيد أنت يعني وأنا أعرفك أنت عصبي نعم وفوق ذلك متعصب للقادسية نعم متعصب عصبية شايدة لأن القادسية في دمي دم أصفر يعني احنا لا سمح الله انجرحت وطلع دم يعني طلعوا شوي من القادسيه نعم لان القادسيه وبعدين تالي الانديه وانا ابصم بالعشره وياك نعم انا بيك ادري انك خلودي القادسيه
درجة أولى. أنا وين أروح منكم الحين؟ أنا عرباوي. لا لا عربي ما احترامي له. العربي ما لا لا جربالي. لا العربي ما احترامي له. قلت ما احترامي له. إيه لحظة. وكان كسر. تنسى الدولة؟ الدولة هاي قبل. قبل. تنسى محمد الخطيب؟ تنسى رشدان؟ قبل. عمي وين وين تقل هذه؟ أيوة. والقادسية بعد هم أيام قبل أيام العصيبي وعبد الله العصفور الحين والدولة والمجموعة هذه نبي الحين تحكي عن الحين يا رجل تحكي عن الحين. شو اللي خلاك تحب القادسية؟ دم القدسية. شلون دمك وين يعني دمك صابينه فيك؟ لأن القدسية شوف نادي النهضة اللي الحين هذا نادي النهضة اللي أول نادي النهضة شو اسمه؟ في أحمد السعدون إيه في عبد المحسن العون نعرف هذيل كلهم ربعنا اللي بالسكيكة. نعم هذا اللي بالسكيكة فريجنا فريجنا عندهم فريجنا تحسس فريجنا بس ما مال قبل ما مثل النهضة قدسية. إنزين ولا مثل نادي الأهلي مو بعيدهم عنك. القادسية القادسية ذيك ساعة مو قادسية ذيك ساعة الجزيرة من الجزيرة يلعبون بالوطية نلعب إيه حاطين عواميد إيه بعد شندل نلعب فيها. لعبت كرة؟ نعم لعب زين. جوتي أبو بوز إيه فنجر الاسود هذا مخطط إيه كله فنجر كله إيه؟ فنجر لا يبا نعم فنجر او الطير. ايش تلعب كله هجوم دفاع بس. لا دفاع وخطر خطر وياي لعبت وياي محمد يوسف الشملان يوسف الشملان وياي محمد الزامل وياي محمد الزامل بس ما لعب كرة. لا بلعب كرة ايه؟ نادي الفتيان أول نادي الفتيان أول نادي نادي الفتيان سويته نادي ايه نادي الفتيان نعم ايه من, من زمان هذا من زمان أيام نبي هالزمان أصير بخيل ما أسولف فيه أيام زمان نعم نادي الفتيان منهم نادي الفتيان لعبته مع غير تبارون فرق ثانية ولا لا فرجان في بالفرجان عبد الرحمن البناي إيه؟ وجاسم المير زين هذا اللي ربعنا ومحسون مجموعة يعني ربع لحد الآن عندنا فريق جبلة شنو اللي الحين عندكم فريق جبلة تجمع جروب فريق الجبلة نعم جروب فريق الجبلة متعصبين والله نعم يمكن تقريبا من أكثر من سنة صار لنا والله سنتين نتجمع حلو اي نعم والله هذه سيرة طيبة خالد يعني الواحد لما يسمع مثل هذا الأمر اي نعم استانس بعد مرور 50-60 سنة نعم زين صح تلك الفترة الآن يعودون مرة أخرى ويتواصلون فيما بينهم وهذا يعني مثل صلة الرحم وهذا شيء طيب في الإنسان. لا بعدين خدنا نشكو أنا غتساوي يعني من أيام وأنا صغير كنت أروح نادي إعلام العصيمي ما العصيمي كنت من مستذبحين يعني كنت صغير بس أذكرهم يعني أذكرهم وغتساوي من قلب ما لعبت كرة يا خالد؟ أوه أنا ألعب كرة عمبر سعيد الله يذكره بالخير إيه؟ كان يانا في قتيبة متوسطة نعم. بالدسمة لعبت لعبت وانا اساس اني بروح النادي القادسية إيه؟ بعدين ما ادري شلون قلت بلا كرة بلا لوية بلا عوار راس فجابلت على قولت القايل بس لعبت في المدرسة لعبت في المدرسة من كان وياك اسماوي انا وكل عمبر سعيد ما عمبر سعيد عمبر سعيد هم اسماوي عيال دسمة كلنا حتى كان مدرسنا الله يذكره بالخير صالح عبد الله إيه؟ اللي يلعب سلة إيه؟ صالح ربيعة الأسمراني الطويل ويا أخو عبد الله الله يرحمه الله يرحمه يعني دسمة ذيلا كلهم كان يدرسنا بالمتوسطة كان مدرسكم إيه ولا خبطك للعربي لا العربي ما أفكر ما أفكر لا ليش بيتكم بالدسمة أنتم بيتنا بالدسمة زين بس ربعنا كلهم عيال عطا وربعنا كلنا غتساوية زين وكان فريق الثاني عرباوية زين هذه فكانت مباريات العربي أقرب لك يعني لا الغادسية حتى سباحة ظهر وصلى ما لا غير عدل نعم ماكو روح تعال على طول نعم
لا والله غريب يعني خالد، يعني انت جسمه وربع ومدرس قد ساو عرباوي إيه؟ وعنبر سعيد ومجموعه من اللاعبين كلهم عرباوي، مو شرط مو شرط مو شرط ولا القلب وما يهوى في بيت لا واحد في بيت واحد. اللي اكد اللي اكد امس كان ضيفك نسيبي فيصل جزاف والنعم اي القادسيه بعد يرني ابو طلال ايوه كل عياله ما شاء الله كل بالقادسيه، فالقادسيه وبس حبيبي اخر أكفر. نفس وقفل نعم 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 القادسية لا تقولي العربي على عيني وراسي، الجمهور العربي على عيني وراسي، بس احنا نقول واخروا على التعصب وخلكم فرحين مريحين، هذا يفوز مبارك له هذا كيت تشلعون كراسي وتعصبون تكسرون نوادينا نوادينا الحين انا امر يا نادي القادسية ضيق خلقي صراحة، مو نادي هذا معتقل، هاي نوادي هاي نوادي الكويت، وين الكويت العصر الذهبي مثل ما تفضلت اي أيوة والله وين، يعني انا لما وقفت الـ 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 الكره الكويتيه نعم. قلبي عورني نعم. قلت يا هالربع اقروا السلام على الكره وقروا عليها الفاتحه في كل مقبره تدهورت تحر والله تلم الروح منها طلعت وما حد بها حس ودره نعم. وينك يا براس الذهب، وينك يا خطاف، وينك يا فنان العرب، وينك يا هداف، وين المخلص والملك، وين اللي شات باليمين او الشمال شق الشبك، ويا هل ترى وين الفارس الاسمر، وين ذاك الصغيرون راعي العطا الاوفر، وين الغناوي وصيحات الاعجاب، وين البطولات اللي بالاحساب يا حسافه، كل شيء راح وتبخر. لجل الوطن حطوا الكره بمنظار وشوفوها، لجل الوطن شوفوا الخلل والاسباب وحلوها، عيد النفض للملاعب وعيد الجماهير، عيد عيد النصر والمكسب وكفايه تقصير وسلامتكم، سامحوني. الله اكبر يا خالد. تمام تمام انت قائل الكلام. نعم اي تقول خالد. اي اقول يقول اقول ليش ما عرفنا ولد الديره الا فقط كفنان مسرحي، انت مثل هذا الكلام تعرف شنو الرساله هذه؟ اي نعم تعرف هذه يجب انها فعلا تطلع بوسائل الاعلام. أيوة. ويسمعها القاصي والداني. نعم. يسمعها اللاعب الصغير الناشئ ويسمعها الوزير. نعم اي نعم نعم لأن هدفها سامي اللي قاعد تفضل فيه. نعم نعم الحمد لله ما حد يقدر ينس يعني ينسى العصر الذهبي. نعم 82 يوم رحنا كاس العالم بدت دول الخليج تبي توصل حق مستوى الكويت، كان في كان في دعم للاعبين، كان في في اهتمام للاعبين. الحين بذمتك انت احنا لما ريت من نادي هذا نادي القادسية او نادي العربي انا اظن اللاعبين مو ما يدشون يتدربون. نعم. يتعذبون. نعم معتقل من يعني حضارة الدولة من مسارحها من نواديها من احنا 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 يعني الكويت ابو الفن ابو الرياضة ابو الغناء ابو كل شيء ناس سبقتنا. نعم بعدين الصج يبقى وتصنف جهالة. لا لا نقعد نجامل. لا نقعد نقول الدول الخليج خدت وطبقت. نعم احنا تمينا مع ان الافكار كلها كويتية. نعم. والمشاريع كلها كويتية. نعم. لكن وين تبي صاحب قرار يتخذ قرار. نعم نعم, نعم. زين عندك شيء مثل اللي قلته مساع؟ اي عندي. عطني واحدة خالد. ايش تبي ايش تبي تبي عاطفي تبي؟ انا عندي قصيده كتبتها ترى قبل لا اي يعني ودش البرنامج. ابي اقول رساله حب حق اهل الخليج. اقول ولا يقدر عدو اليوم يفرقنا ولا واشي ولا حاسد ولا حاقد، لانه كل الخليج إخوان، بلد واحد جسد واحد خليج، ونفتخر كلنا فيه تربينا وتعلمنا نعيش إخوان. أنا كويتي وأحب عمان والدوحة، أنا كويتي وبحريني وإماراتي، أنا كويتي وأنا سعودي، أنا كل هالخليج هلي وناسي وعزوتي وبيتي. ولا يقدر عدو اليوم يفرقنا ولا حاسد ولا حاقد، لأن كل الخليج أحباب جسد واحد شعب واحد. سلامك يا رب. صح لسانك والله. لا يفرقنا يا رب العالمين. اللهم آمين. عسى ربي يحفظ الخليج وأهل الخليج وحكام الخليج إن شاء الله. آمين. خالد العبيد شو اللي وداك للمسرح أو للفن؟ تاكسي 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 قبل ما تسوق سيارة. قبل لا ولا سيارات نسوق سيارات. يسافر ده من سنة الأربعين نسوق سيارات. ما شاء الله. ما شاء الله. من الأربعين. من ربعك يعني. من الأربعين. من الأربعين. أنا بس أقول من طاقتك لا بأربعين. من الأربعين. ما شاء الله. من الأربعين. طويلة بعد. من الأربعين. لكل العمر طويل. خلينا نسولف عن ال ال ال
العمل الفني اللي وصل لك. الفن بدمنا من المدرسة. زين. من المدرسة. أي مدرسة كانت؟ عمر الخطاب. عمر الخطاب. زين عمر الخطاب. فبدمنا لما الكويت بتأسس يسوون مسارح بالكويت. فدعوا سووا زكي الطلمات. زكي الطلمات يابوه علشان يسوي مسرح. نعم. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويغفر له. اي والله. فمن ضمنهم دشينا احنا المسرح. انا واعوذ بالله من كلمه انا دشيت وياهم. ايش اللي خلاك تدش؟ انا احب المسرح. اي قول لي احب المسرح. اي قول لي عن عمر بن الخطاب قبل لا احب اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين انا مقلد اسماعيل ياسين. مقلد اسماعيل ياسين. نعم نعم. مدرسه عمر بن الخطاب. إيه؟ اسال الربع اللي وياي. إيه؟ مقلد من مقلد اسماعيل ياسين. بس له ضحكه معينه. نعم. براطم معينه. لا لا شفاه معين. فنان 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 كبير ما في شك. اضحكنا يا اخي. نعم فنان. لذلك احنا جيلنا كله عايش على ضحكه. نعم. وفيهات اسماعيل. نعم. ياسين. نعم. ابغى اقول لك يعني هذا يعني بالمدرسه وانت تخلي اسماعيل ياسين. شلون دشيت المسرح؟ اعلنوا انه يبون فنانين. كان نقدم. جيت انا قدمت كان يسقطني زكي الطلمات. قال انت بتقول ايه انت بتقول ايه انت بتقول ايه. قلت انا قلت له شو اسمه الله يرحمه زكي الطلمات. اي اي انا انت ايش قلت ايش قلت انت قلت شو اسمه انا والله نسيتها قصيده نسيتها وحماسيه. قال لي بتقول ايه انت بتقول ايه. اقري روح اقري اقري اقري. ايه كان انزل من على المسرح. نزلت وقاعد يختبر يعني. إيه؟ اللي تقدموا الاختبار شنو الاختبار اقصد انا اقصد المهم. اي نعم. بعدين خلاص طردني. انت قلت اقري قال شويه خالد. نعم اي نعم اقري. كان اقري. بعدين المسرح الخليج احنا بالاذاعه انا بالاذاعه من زمان. إيه؟ من 58 بالاذاعه. ايش تشغل بالاذاعه؟ ممثل. موظف. ممثل مو موظف. لا ممثل. ممثل. ايه من معك ويا صقر ويا صقر رشود الله يرحمه. الله من طقتك صقر. نعم. لا اصغر مني. منصور 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 من طقتي. ايه الله يغفر له ويرحم الجميع يا رب العالمين. يعني بألفون مسرح كان يسجلوني وياهم. كان مؤلف مسرح الخليج سنة 63. مسرح الخليج العربي. اي نعم 63. مو بعدين ايش مثلتوا في الاذاعه قبل لا تنحشي من الطير من الاذاعه؟ مثلت اعمال وايد باللغه العربيه ولا باللغه العربيه شعبيه كل شيء. الاذاعه الشعبيه سالم الفهد الله يغفر له الاذاعه الليله المباركه. اذاعه شعبيه. اذاعه شعبيه وهو يا جاسم شهاب. نعم كان ما لحقت عليه بخالد. لا لا الحق الشعبيه. لا اذاعه شعبيه. لا بس انا ادخل سالم الفهد كان الله يغفر له. اي الله الله يرحمه. صار شاب صار شاب. احنا اعلاميين ما بعد سالم الفهد. وبعدين شو اسمه اشتغلنا بالإذاعة. إيه؟ فالمسألة لما ألفنا مسرح الخليج. إيه؟ اشتغلوا المسرح الخليج. أول مسرحية اشتغلنا فيها مسرحية أنا اشتغلت في مسرحية نسيتها والله من زمان. إيه؟ من زمان والله من زمان. المهم ان استمرينا في مسرح الخليج. بس كنتوا على قلب واحد. على قلب واحد. نعم ربع. انا اذكر غانم صالح الله يرحمه. نعم. يقول كنا نتيمه. نعم. احنا ننظف المسرح. نعم. احنا نسوي شاي. كانوا شقرديه على قلب واحد. على قلب واحد. همهم ان يرفعون سمعه الكويت. وماكو فلوس يعني. شلون ما تعطينا فلوس؟ احنا الوحيد المسرح الخليج الوحيد ما يعطونا فلوس. ليش؟ لان احنا مسرح على أهلي. نعم. هاي يعني أنتوا اللي مؤسسين. إحنا اللي المسارح الثانية الحكومة وزارة الشؤون هي اللي مؤسسة. نعم نعم نعم. إيه؟ وبعدين طلعتوا على الخط. إيه نعم طلعنا على الخط. بس أجبرنا وزارة الشؤون إن تعترف فينا. كم كانت تعطيكم المعونة؟ 3000 دينار. 3000 دينار. إيه 3000. وبعدين إحنا مسرحية فيها حفلة على الخازوق. في حفلة على الخازوق. هذه من لما مثلت أفضل المسرح. لما مثلت حفلة على الخازوق كان يقول له حق زكي الطلمات
هذا اللي طردته؟ ذاك الطالمات قال له صق رشود، قال له هذا اللي طردته. قال له لا، لا قال له مش معقول مش معقول، قال له والله هذا اللي طردته. مثلت مدير السجن. الله يبعدنا الشر عن السجن. مدير السجن، مدير السجن. اسمها المسرحية مدير السجن؟ لا مسرحية حفل الخاسوق. ها نفسها حفل الخاسوق. لا أنا محمد منصور عدل. لا أنا قلت يمكن يمكن عبد الله الحبيب كلهم. وكنت تقعد أنت مع الجمهور يعني وتقوم في 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 الصناديق. إيه في الصناديق. مسرحية مسرحية جبارة. كانوا فيها نجوم. كان كاتبها صقر؟ مو كاتبها صقر. الفريد الفريد فرج. الفريد فرج. إيه. وفشلت في مصر. فشلت في مصر ونجحت بالكويت. ليش في اعتقادك؟ لا ما يعني بيحاولون يسوونها يعني شعبية ما شعبية ما نجحت ونجحت بالكويت باللغة العربية. نعم بعدين تطعمت طعمناها فيهات حلوة كانت صح. نعم فيهات ونجحت باللغة العربية الدارجة معاني فيها قطات كويتية فيها قطات كويتية. نعم البيضة يسمونها. نعم نعم السهلة اللي كل يعلمها صح. في شمال أفريقيا وفي أي ولحد الآن تعرض المسرحية ما تملها. صح صح. هذه أول عمل لك؟ لا هذه بس أعمال وايد. شنو أول عمل لك؟ أول عمل والله نسيت والله ما أدري. ما تذكر؟ والله نسيت. بدل ما تذكر عيل خل ناخذ هذا الفاصل. إي والله تفضل عبد الرزاق. الله يرحم فناننا الكبير عوض دوخي الله يرحمك رحمة واسعة اطربنا وكل المسلمين يا رب العالمين. والله يرحمك يا شيخ جابر العلي أنت من حفظ تراثنا الشعبي. نعم. سواء على مستوى الفنانين فرق الشعبية المسرح كل الفنون الله يغفر لك ويرحمك حفظتها. عندك إحساس وشعور لا منتهي في هذا الجانب. الله يجزيك عن ألف خير. الله يرحمه.
ود الديره تفضل. الله يدي فضلك حبيبي. تدلل. وش اللي وداك للمسرح؟ اللي وداني المسرح كنا جروب، ايه انا وعبد العزيز المسلم وطارق العلي وصالح الباوي، شلة شباب، وسوينا مسرحية هلو بانكوك. جمعتكم مدرسة فريج ولا شنو؟ لا لا تجمعتم اللي على اساس انت كذي تجمعنا. طبعا هم ممثلين قبلي مثل طارق العلي وعبد العزيز، ايه بس اخذ اتصال من حبيب وصديق وبعتذر له عن حصل شيء البارح. ايه كابتننا الكبير مؤيد الحداد. ونعم مؤيد. هلا عمو مشعل، عيدك مبارك وعساك ان شاء الله يعيد عليك وانت والاهل بخير وصحه وعافيه، وفي الليله المباركه ندعو للوالده بالشفاء يا رب العالمين ويمن عليها ان شاء الله بالصحه والعافيه. وارجو المعذره، ارجو المعذره عن البارح، حصل خطا كان المفروض تتواصل معانا مع الكابتن الكبير فيصل الجزاف يا اخوي مؤيد. ما في شيء، طبعا اصبح عليك يا ابو مشعل واقول لك عيدك مبارك ان شاء الله ايامكم كلها سعيده، وانا بهذه المناسبه الحقيقه سعيد بهذا اللقاء والنقاش الحاد عندك اليوم، هرمين كبيرين، وهذا انما يدل على ثقافه الفنان. احنا نقول دائما الفنان يكون عنده ثقافه في جميع مجالات حياته، ثقافه في الاقتصاد، ثقافه في الرياضه، بالفن، لان الممثل عنده رساله والرساله يديها بشكل صحيح. وهذا اتكلم عن اخوي خالد، انه لما نجح في مسرحيه كره مدوره وابدع فيها، وهذا يعني كانت عنده خلفيه رياضيه، والحين نقول هذا الفنان الحقيقي الفنان الشامل اللي قدم رساله جدا ممتازه للشعب، ياما اسعد الناس وافرحهم. وانا الحقيقه لي حسب على الاخوان سواء كانوا في الاعلام في تلفزيون دوله الكويت او حتى بالصحافه مقصرين بحق هذا الرجل اللي مر في ظروف للامانه، واعتقد ان الوقفه ما كانت يعني وقفه ايجابيه بالنسبه له، لكن والله الحمد الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء ورجع لنا. وانا اقول لا تغيب عن الساحه، لان انت دائما عندك رساله وعندك بسمة دائما تسعد المشاهدين، والله يعطيك الصحة والعافية. ولا شك ان العمبو عبد اللطيف هذا الهرم الكبير، هذا اللي دائما احنا نتعلم منه، دائما اللي ونسنا فيه في رمضان وفي مسرحياته وفي العمل الراقي، اللي لا زال نقول الناس تتذكر الاعمال الخالدة اللي قاعد يقدمها. نعم. الله يعطيه الصحة والعافية، وانا اعتقد متواصل معاه في دوانيتك يا عمبو مشعل. انت الحقيقة انك انت الدوانية هذه اللي تجمع جميع الرياضيين في جميع اطيافها، احنا نقول وانتم اللي نقول الرساله اللي قاعد تقدمونها، نقول هذا الرياضي الحقيقي اللي ما عنده تعصب. نعم. اللي عنده يمكن علاقات مع جميع الانديه في جميع الاطيافها في مجالاتها في طوائفها، ونقول هذا الرياضي الصحيح. وانا ابو مشعل لا تعتذر لي، وانا اعرف ان هذا خطا فني، بالعكس انا ماني زعلان، انا مستانس، بس كان يشرفني ويسعدني ان اطلع مع اخوي الكبير فيصل الجزاب بطلال هذا الهرم الرياضي، يعني ما يقل شأنا عن ضيوفك الكرام. الرجل تلقى عند القيادة، تلقى عند النجومية، عند المزحة. فأنا أعتقد أن برنامجكم هذا جدا ناجح، وعسى الله يوفقك يا أبو مشعل ويوفق إخوانك الموجودين العم أبو عبد اللطيف وأخوي خالد، وأتمنى أن يستمرون في هذا العطاء، لأن هم ما يملكون نفسهم، هم قدموا رسالة وأفرضوا نفسهم على الساحة الفنية، وبالتالي مطالبين يقدمون أكثر ودائما الممثل يحافظ على مستواه، وعسى الله يوفقكم ويبارك فيكم إن شاء الله. مشكور يا ابو خالد، شكرا لك. حبيبي يا ابو خالد مشكور. واجر وعافيه على الوالده، عسى الله يشافيها ويعافيها. امين. وعسى ربي يعود عليكم انتم بخير وصحه وعافيه. يا قدساوي يا حلوك، لقضبت الكره ومغط فيها وقال جول يا الحداد، فديت عمرك يا ابو خالد. يبارك فيك. شكرا كابتن مايا، شكرا، بارك الله فيك. حياك الله. جزاك الله خير، شكرا كابتن. اي خالد. اي نعم. انتوا هالجمعه عليه اساس يجمعتوا وين؟ في مدرسه بالفريق؟ لا 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 لا، عند عبد العزيز المسلم. شلون شنو وداك لعبد العزيز المسلم؟ شلون تعرفتوا بعض؟ انا اعرف الله يذكره فيصل جيران. من البدايه؟ اي من البدايه. اعرف فيصل جيران وعرفني على عبد العزيز المسلم. زين. طارق كنت اعرفه يعني معرفه عاديه. فقعدنا ومسرحيه اسمها هلو بانكوك، وتكلم عن مثل الحين الشيبان قاموا يهدون الديره. انت وديتني الحين، عفوا، وديتني الى نجوميه خالد. ايه قبل النجومية هذه انت هل اساسا عندك يوم في المدرسة؟ لحظة الله ذكرتني شهادة كان الله يسلمك. عطني واحدة واحدة شوي خالد. الله يرحمه استاذي وابوي ومعلمي محمد رشود. الله هذا الله يرحمه اللي وانا قلته في كل لقاء لن يتكرر منتج مثل محمد رشود. الله يرحمه. هذا الله يرحمه حتى من ايام المتوسطة. نعم. كنت شيطان وخفة دم، وحتى سووا معاه مقابلة. إيه أنا بهالسؤال. إيه. إيه.
عايز يبيني امثل يقول لي ليش ما تمثل، فكنت اضحك وياه اقول له ماكو كاميرا قد وجهي يعني عشان امثل وكذي. فالامور هذه كلها فلما عايز مني في مسرحيه اذكرها شو اسمه ارض وغرض مع الله يرحمه ابو عبد الرزاق خليل اسماعيل حنوا علي وهذا، بس والله قسم اشتغلت مع شباب يعني من جيلي عبد العزيز مسلم وطارق العلي وصالح الباوي، والحمد لله المسرحيه ضربت ضربه يعني هلو بانكوك. فمن هني الناس عرفت كومار، كومار اللي انا مع ابو خالد ابراهيم صلال والله يرحمه ابو جمال محمد سريع يوم قاعد الزم لهم بقد بهم بقد ويغني اسمه صلال شنو غني والله يغنيها جسمه يغنيها كرمله خالد شيء ميري باغوانو هو ما ادري شنو لان ابو خالد يعرف عندي لا لو ايش اعرفه انا اعتقد انت تعرف اكثر منه لا والله انا اعرف اغاني كويتيه بس ميري باغوانو هو بعدين ما ادري شنو كان يقول لا شلون لحنه شلون لحنه بقد 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 مو هو مثل طارق العلي يوم ولا لا لا وحطيت الشاي بالصمونه وهنا قام انا انطلقت هذا خارج النص وضربت وهذا اللي كنت بسألك هل هذا ضرب لا لا خارج النص ابداع الفنان نعم شلون يطلع من النص نعم بحيث انه بغالب كوميدي نعم يحترم جمهوره نعم افيهات نظيفه موقف جميل نعم الامور مثل مسرحيه الكره مدوره يعني ما في بنيه غازل ريال قدام زوجته في الوقت ولكن احنا بناها بطريقه كوميديه فالله يرحمه محمد رشود كان يوجهني نجف جمال بصباح وجه له على تحيه وربعنا وقروبنا كلهم فكانت المسرحيه يعني اتوقع 45 عرض تشتغل 70 80 100 عرض لولاكي 196 عرض عرضنا ما شاء الله اي وكان المفروض نروح فيها الخليج بس ما الله قسم يعني فالحمد لله وظفتوا الفن من اجل الرياضه نعم في الكره مدوره ايه من جاءت الفكره من كتب الفكره الله يرحمه الشيخ فهد الاحمد الله يرحمه الله يغفر له اي الله يرحمه وغمد روحه لينا كلم ابو صقر قال له على اساس نبي مسرحيه عن الرياضه عن 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 ابو صقر ما شاء الله بس عطى رؤوس اغلام بس ويعطيك الموضوع ويعطيك الشغل كله بعدين كنا اخي كنا على قلب واحد واحد يفرش حق الثاني واحد يعطي واحد كيت انا اذكر انتصار الشراح يعني في 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 هالمشهد المطعم يمكن قاط عليها اكثر من 15 افيه هذه اللي هي موجوده بالنص خالد كل المشهد بس ايه؟ احمد مساء الخير يعني واحد مساء الخير مرحبا شلون كيف الحال واقعد ايه؟ فتالي جو هيد محمد رشود وبعدين العقل منصور هاي لا هي مكتوبه بالنص ولا ابدا يعني حتى الباروكه تقول حصان سرك شفت الورده المتن زين يعني هني الكوميديا شلون ترسم الابتسامه شلون تصيد الجمهور احيانا يك جمهور سماعي مر عليك عمي ابو لطيف جمهور تقول متمضمض ببتكس ما يضحك يطالعك شذي زين ما يطلع الاخطاء السبعه من وجهك ما ادري ايش هذا احنا نقول له قطه دي يعني يلا خلصني عطنا اللي ونس لان الحي يحييك نعم ما في شك اي فاكو جمهور سماعي اكو جمهور لا الحين الناس لا تقول لك ابي اضحك زين اضحك بس اضحك يعني قول في حلو بهدف بهدف يعني نعم يعني جات من فكره الله يعني انا اول مره اعرف انه هي فكره الله يرحمه الشهيد فهد الاحمد اي نعم زين ايه؟ عندما اراد ان يستثمر الفن من نعم اجل نعم الرياضة كان الله يرحمه يوميا يحضر البروفات نعم يحضر البروفات يينا كان يينا البروفات وكأن يعطينا توجيهات الاحتفالية لكرة القدم يعطينا توجيهات عن 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 النوادي النائية والنوادي لها غير وهذا النوادي غير فوظفناها شوف الـ 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 لازم على قولت القايل العمل يكون متكامل إذا صارت مجموعة على قلب واحد واحد يعطي واحد يفرش واحد يقول واحد يوجه نعم ينجح العمل يضرب نعم وبعدين لا تنسى وقتها كان المسرح مفتوح نعم يعني أنا لما مر على مسرح كيفان وتمر أطالع أتذكر ديش الأيام الحلوة أنا جميلة ذكرتني شيء بشيء يذكر يا خالد ايه أنا قبل من يعني من جمهور المسرح ايه من جمهور مسرح كيفان نعم عندما كان يعرض عمل
لابو عبد اللطيف او لعبد الحسين وسعد والاخوان جزاهم الله خير فنانيننا الكبار اعمده الكبار اسره نروح احنا انا اروح انا وزوجتي نروح الى اهلنا نروح نحضر الى هذه الاعمال الفنيه الراقيه التي قدمت على مسرح كيفان مثل ما تفضلت الحين انا اذا مريت على مسرح كيفان يعني اتحسر طبعا طبعا ليش وين ذاك الفن وين ذاك يعني انا قاعد اتذكر على سبيل المثال الكويت سنة 2000 ألاقي الكاتب اللي كتب الله أعلم ما أذكر أنا بالضبط أي سنة زين كتبها ألاقي كثير من الأمور اللي طرحت بهذه المسرحية قد تحقق الآن نعم نعم إذن في بعد في قراءة مثل حامد ديار حامد ديار يعني قاعد تتكلم إنه ترى بيصير غزو بيصير كذي لكن على قولت القايل يعني عمك أصمخ قاطنا الجماعة يعني لذلك لما نقول يعني الفترة تلك الفترة جيل ذهبي العصر الذهبي العصر الذهبي نعم بكل معنى الكلمة نعم ولا نخص رياضة نعم كل شيء نخص فنون فنون نخص سياسة نخص اقتصاد نخص كل شيء تطور كل شيء اجتماعي تطور طرق تطور كل شيء عصر ذهبي أمل من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين إحنا لا يمكن نستسلم ولا يمكن إحنا نسلم إن شاء الله إن شاء الله بس أملنا كبير بالله سبحانه وتعالى وأنا عندي نقطة صغيرة بس قول نقاط يا ريت أقول ترى عندنا وقت أقول أي نقاط أقول يا جماعة بسكم سياسة الباب المغلق نعم. عشان تدش على مسؤول 17 باب قدامك مسكر مو أنا لا عن المواطنين الكويتيين نعم. عن المواطنين الكويتيين يعني المواطن الكويتي عمي أبو عبطيف نعم. صار كنا عايش في مثلث نعم. برمودا نعم. حكومة من صوب عظامش أمه الله يواليهم العافية من صوب والتاجر من صوب يعني شلخوه خلوه يغني وصفوا لي الصبر نعم. اقول لك اياها بصراحه اقول لك اياها بصراحه من حق يعني من حق وصفوا لي الصبر حقهم كلثوم حقهم كلثوم يعني انا اعوذ بالله من كلمه انا لما توقفني مره وسالفه الخدم يوم اقولها بالتلفزيون قالت لي يا وليدي احنا متقاعدين معاشاتنا انطقت 780 دينار من وين بنجيب خدامه ب 1300 قلت الله خدامه ب 1300 اي نعم 1800 قبل رمضان اي يعني 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 وين شي حكومه ما تدخلين يا مجلس امه هذيل هم عيال الديره هذيل امهاتنا هذيل خدموا الوطن في يوم من الايام ربوا اجيال ربوا اجيال نعم هذه خدمه للمجتمع الامور هذه كلها تقول زهريات انا اقول قصيد اقول شغل ان شاء الله نازل ديواني ان شاء الله تقول زهريات لا زهريات ما اقول اقول قصيد يعني غزلي يعني مثل يوم اقول اجتماعي مثلا عن الواسطه يوم اقولها مع الله يذكره بخير واجي لها تحيه فوزيه دريع يوم اقول او يا الواسطه او يا شاخ ترى الزيت زوير وعوير واللي مكفو واللي ما في خير الناس سمعتها زين لكن الحين الوضع اللي صار يعور القلب يا اخي والله العظيم احنا يعني جيلنا احنا يوم احنا صغار لا قالوا كويتي انت مشى كنا طابو احنا طواويس انت مشى اوكي بغض النظر اي والله جد يعني يحق لنا يحق لنا لكن الحين انا اقول شغله واحده احنا متعالين تعال على لا لا بالعكس نعم اشوف الكويتي كل من يحبه نعم الكويتي عاطفي اسقرتي انبغيت خف الدم انبغيت الامور هذه كلها لبيس وبعدين ولبيس الامور هذه كلها بعدين احنا منو احنا تربيه عسى الله يطول لي عمره امير الانسانيه وان شاء الله بيحلها ابو ناصر بيحل الموضوع وترجع المياه لمجاريها لان احنا دم واحد والدين واحد نسابه عيال عم عيال خال عيال اخت الخليج من عمان الكويت عسى الله يحفظهم كلهم يا رب العالمين اللهم يا رب امين ابو عبد اللطيف قدمت لك أعمال لا شاء الله تبارك نعم. الرحمن نعم. لكن تبقى في بعض الأعمال نعم. خاصة اللي في رمضان نعم. زين لها نكهة حلقم علقم مرمون دلقم مرمون دلقم قول لنا شيء قصة هذه حلقم علقم مرمون هذا أقول لك النص ايه؟ النص لما يجيك 30 حلقة أفصلها 30 حلقة 30 حلقة تفصل شلون قول لي لا تسوي لا تشرح وبيسأل أبيك سولف لي والحين أبي الناس يسمعوني منك أقول لك 30 حلقة ايه؟ التفصل هذا يمكن هني وهذا هني علقم علقم مر ومدلقم وين قال بعد كل مشهد كل نهاية مشهد ينحط وين قال نهاية كل مشهد كل نهاية كل مشهد
علقم علقم ايه. مر ومدلقم دلقم ايه. وبعدين مو كذي اعتباطي ايه. لا في محله ايه. تصير لازمه يعبر عن لازمه هو يعبر عن نعم حدث نعم وبعدين في هذه يعبر عن حدث طبعا. وبعدين شنو لان الاعمال هذه نادر وجودها ما يمكن للاسف الشديد الزمن تغير الزمن هذا الزمن هو ايه؟ بس الناس اللي الناس تغيرت نعم قبل شوي قبل ان ندخل الاستوديو ابو عبد اللطيف نعم ذكرت لنا شخص نعم ما ادري والله شو اسمه اللبناني هذا يواكيم فارس يواكيم فارس ايه؟ يواكيم شنو هذا لبناني ايه؟ وهو اللي كتب انا اللي اكل الذهب كان هو اللي كاتبها ايه؟ واللي كاتبها ايه؟ واللي ايه واللي س واللي س عدها عدلها عدها بعز سريه ايه؟ فالحين يعني شنو هذا العمل سولف يعني هل يعني انتم تعاونتوا معاه هو جاي هني انتم رحتوا له شو اسم عنوان مدينه الرياح ولا شو اسمها هذه شو اسمها البريق المكسور البريق المكسور البريق المكسور البريق المكسور معك زهره الخرجي حيزبونه لا هذا هذا هاي مدينه الرياح هذه مدينه الرياح حيزبونه ها حيزبونه تصدق انا يوم بنات ولدي مشعل يوم صغار لما يجي زين وانا مسدح على القنفه كذي احط واحده على اليمين واحده على اليسار يبقى اقول لنا قصه فاقول لهم حيزبونه واقول بقص لهم قصص خياليه اي نعم على كلمه حيزبونه يعني عالقه في الذهن في ذهني انا مو هم اي نعم هذه اقول لك القصص هذه ما عادت يعني التلفزيون ما ليش ليش محبط ماكو التلفزيون ماكو كاتب ماكو ولا ماكو شيء لا ماكو ما في دعم ماكو اهتمام يعني ماكو اهتمام بالعمل ماكو اهتمام اصلا الحين انت تسال قول الفنانين وينهم ما يدرون عنا ما يدرون عنا انا من الناس انا واحد من الناس ما يدرون عني بس انت عمي ابو الضيف وين سعد وين عبد الله الحبيل موجودين سعد موجود عبد الله الحبيل موجودين ذا يعطونهم فلوس يعطونهم فلوس بس خالد العبيد ما يدرون عنه ما اتحداك علما ابو عبد اللطيف علما اعمالك واعمال كل الفنانين الان قاعد تعرض ترى في قناه القرين وبامر من الله نعيد عليه الاستاذ طارق المزرن ابو فواز نعم فواز جزاك الله خير وعلى صاحب فكره هذه القناه لان احنا الان قاعدين نستمتع وبعدين بالفنون هذه اللي قاعد تروح متاخره هذه متاخره القرين متاخره المهم يا ابو عبد توصل افضل مما تسبقونا قبل ما عليه هذا لا يعني نستسلم يا ابو عبد اللطيف ما نستسلم لما ابو عبد اللطيف لما انشئت هذه القناه انا اشوف كل المجتمع مستانس انا لانك قاعد يشوف هذا التاريخ نعم يشوف اعمالك يا ابو عبد اللطيف نعم يشوف اعمال خالد صحيح يشوف اعمال سعد عبد الحسين كل هذه الاعمال مو بس ذي حتى الفنون الاخرى صحيح البحريه العربات الاغاني القديمه كلها بس انا اقول لك انت لك حق التلفزيون انت لك حق يا ابو عبد اللطيف التلفزيون قفل التلفزيون من فتره من تقريبا انت قلت لي من 21 سنه ما دشيت من 21 سنه انا ما دشيت التلفزيون انت لك حق يا ابو عبد اللطيف وكل الفنانين نعم. لهم حق على بلدهم زين ان يكرمون ماكو ان يسال عنهم هذا حق اقول لك يا امان الله انا ما حد يسال خلينا نتكلم كل صراحه انا اقول لك شغله انا اقول المفروض يعني المفروض بس وين انا تكلمت وتداخلت في يوم من الايام في احدى قنوات قلت وزاره الاعلام احبي واحترامي حق اللي يشتغلون فيها لا يفقهون عن الاعلام شيء مو كلهم بعضهم وينكم رموز الفن اللي حفروا الصخر طلعوا اسم الكويت ما يدرون ما يعرفونهم زين يعني انا اعمالي ذاك اليوم عند ابو فواز قلت له ابو فواز انتم الحين مو تنزلون اعمال في رمضان نزل في قرين حط اعمالنا انا وسعد الفري وعبد الله الحبيل وانا راويك الكوميديا وين نعم. الحين عشان انت تاخذ عمل شنو 5 اشهر على ما يجيزونه نعم. تقرون حرف 5 اشهر يلا يجيزون العمل اي 5 اشهر تستسر وشي بعد ما ينجاز نعم. ما ينجاز انزين تعالوا انتوا ترى احنا عندنا افكار ليش قاعدين تصيرون قدامنا صخر نعم. انا عشان اي مسلسل كوميدي اروح اقلقس عند فلان وعلان لا يبا
أنا دام العمل إذا ما يترك بصمة ما بيشتغل فيه. نعم. ولا أنا ما يبتع عبط. هذا صحيح. يبقى عبد الرزاق ولا مالك عطنا يبقى الكرة بدور شوي خلنا نستانس خلنا نضحك شوية قبل أن صار كل حين شو اسمه شحنا الدراما اللي بساعة عرضتوها اللي عرضتوها شوية معاوز صار سوابنا كلها دراما ما نبي نقلب الدراما عطنا قلنات قلنات خدك بريكات شوي ها اطلع فاصل كيفك بس عطني العمل شو اسمه مال الكرة مدورة. نجم كوميدي مثير غازل الجمهور بأعمال ممتعة ما زالت محفورة في الوجدان، طموحاته كثيرة يريد من خلالها رسم البسمة على محيا كل من يتابعه، ورغم العارض الصحي الذي ألم به وجعله أسير الفراش لمدة ليست بالقصيرة إلا أنه بعزيمة وإصرار عاد ليؤكد أنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، وها هو يعود لطبيعته المرحة وجمهوره بعدما قهر المرض بإرادة كبيرة. بدأت شهرة الفنان ولد الديرة كنجم كوميدي لامع في منتصف الثمانينيات عبر مسرحيات كتبها الراحل محمد الرشود مثل لولاكي والكرة مدورة، والتي سعت لمعالجة معظم المشكلات الرياضية وظاهرة التعصب في الملاعب بكوميديا هادفة، كما تناولت مشكلات اللاعبين الاجتماعية ومدى معاناتهم. مسرحية الكرة مدورة باتت محفورة في الأذهان شأنها كشأن باي باي لندن وعلى هامانيا فرعون، لكونها شخصت أوجاع كرتنا المحلية وهموم لاعبينا بعمل أبدع فيه الراحل الكبير غانم الصالح ورفيق دربه المرحوم خليل إسماعيل إلى جانب المتألقين عبد الرحمن العقل ومحمد العجيمي والفنانة انتصار الشراح. أما ضيفنا اليوم فكان فاكهة العمل بمقولة أحمد. نعم أختي. مساء الخير. التي أضحكت الجمهور بشدة. الحديث عن ولد الديرة وقفشاته وروحه المرحة يحتاج لصفحات كثيرة، فأهلاً بعاشق باريس وسمير غانم الكوميديا الكويتية الذي عاد يوم 15 من أبريل عام 2015 إلى محبوبته الكويت بعد رحلة علاج دامت لست سنوات في المستشفى الأمريكي بتايلاند ليحظى باستقبال كبير من جماهير أحبت وعشقت فنه. بس تدري يا أحمد؟ نعم أختي. أنت تيمن يا علّك اليني قولي آمين. نعم؟ نعامة ترفسك وقتك من وجهك. أقول أحمد؟ نعم أختي. ثلاجات ستة غدم زلوا؟ أنت يمكن قريب من اللهجة المصرية أو قريب من الفنانين المصريين. أنا أموت على الفنانين المصريين، وأنا أقول لك نجمي المفضل الكوميديان الأول العربي مع حبي واحترامي حق عادل إمام، أنا أقول سمير غانم هرم الكوميديا في الوطن العربي. والله كوميديان كوميديان ما في شك. إيه يعني سمير غانم أنا تعود معه؟ لا كان ضيفني بالكويت. إيه؟ وعزمته وقعدت وياه وسووا حلقة كان يتكلم حلقة كاملة عني أنا. نعم. عن ولد الديرة سمير غانم. إيه؟ يعني أنا كنت وقتها تعالج برا. نعم. فسووا معاه لقاء وصوري معاه ويوم يهني الكويت فربطتني فيه علاقة وايد قوية. نعم. ويعني وحيد سيف الله يرحمه يعني. نعم. يعني أغلب ونجاح الموجي الله يرحمه. نعم. في مسرحية. نعم. الود الكويتي. نعم. اوكي ويعني ضربت شوف العمل جيد يفرض نفسه ما في شيء. حلو حلو الكلام. انا الحين اعود بالله من كلمه انا رمضان طاف لكن عندي اعمال الحين ولد الديره وخماشيره وعندي مسلسل كوميدي وعندي اوبريت ولد الديره وبنت الخليج في اوبريت عاد هذا فريج. نعم. سبع لوحات كوميديه تكلم على الوضع اللي صاير الحين
الحين يعني يقولون والله شباب ايش حقا ما تتزوجون؟ شوف غير وين تتزوج؟ اذا الحكومه تعطيك 6000 دينار والدبله 8000 دينار شو تتزوج؟ ها؟ اي نعم يروح 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 شو اسمه؟ لا ايش حقي تتزوج؟ ايش حقي الكويتيه؟ ياخذ يا اخي لا احنا نقول كويتيه الشيشان الشيشان لا يا ابو عبد اللطيف حالات الثوب رقعتها من نوفل ابو عبد اللطيف حالات الثوب رقعتها من نوفل ابو عبد اللطيف كنا نحسن نحسن النسل لا لا نسلنا حلو نسلنا حلو يا حاتي نسلنا حلو والله كنا قلبه خضر اي قلبي خبر خبر شيشان قلبي خبر قلبي خبر حالات الثوب رقعتها من نوفل شيشان ابو عبد اللطيف ابو عبد اللطيف في عمرك شيشان شو اسمه وانت عطائك الله تبارك الرحمن ما نقدر نحصيه جزاك الله الخير لك العمر الطويل ما يسلمك علاقتك بالفنانين المصريين والله علاقتي انا ويا حسن شو اسمه حسن حسني لا لا يا حسن يوسف حسن يوسف حسن يوسف ايه حسن يوسف من زمان علاقتي وياه من زمان من زمان تعاملت معه في عمل لا لا صداقه كعلاقه صداقه نعم اي الحين يسمونه بعد الشيخ حسن يوسف يعني ان شاء الله تدين يعني ما تاثرت بـ 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 من الفنانين الكبار اللي اكبر منك وبالتالي انت تاثرت فيه مثلا لا لا والله ما تأثرت ولا حتى زكي طليمان اللي طردك زكي اللي يقري زكي طليمان لا ما لي شغل فيه الله يرحمه قبل روح الجنة بس ان المسألة ما فيها الواحد يختار له شخصية صح يختار له الشخصية اللي يبيها وانا أثرت أسس لي أساسي كويتي كويتي 100% بس احنا عفوا ابو عبد اللطيف مع احترام احنا لم يكن عندنا مسرح نعم الا كان بدائي ايام الله يغفر له عقاب الخطيب نعم ايه الله صالح العيري محمد نشر الله عليه ولم يكن عندنا مسرح المسرح فترة المسرح مو بالمدرسه كان مورث مو مورث مو مورث ايه بس مسرحيه بس احنا يعني الشعوب تتاثر بالاخرين نعم ما في شك احنا كنا نعم متاثرين بالعمل نعم العمل المصري نعم نعم وقال هو اللي ساعد في الساحه نعم العربيه نعم بشكل عام نعم نعم ما تاثر ابو عبد اللطيف ولا واحد في هذيله ما تاثرت فيهم من خلال مشاهداتنا مثلا بالسينما ما تاثرت فيهم لان انا خلقت نفسي ايه؟ خلقت نفسي شخصيه ايه؟ شخصيه غير صح شخصيه عرفوني فيها الناس صح صدق يسمونك محمود المليجي لا 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 وين محمد حرام احترام ما كان شعره حلو ابو عبد اللطيف احلى ما في ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا اله الا الله لا تخاف ما طيب نحاشمك لا تخاف ما نضل احنا لا لا مش دعوه لا على الشعر يعني لا مش دعوه ما كل شعر الله والشعر لا فاقول لك فنان كبير المليجي وغيره وفريق الشوقي وهذا بس الواحد ياسس له شخصيه بروحه صح اكيد بس بس يعني وانت صغير دائما متأثر. لا انا قلت لك اسماعيل ياسين اسماعيل ياسين بس اسماعيل من البدايه اسماعيل ياسين من البدايه اسماعيل بس مو مجرم انت اعمالك كلها اجرام ابو عبد اللطيف انت لا, بس أنا لا اعمال هني الابداع الاجرام هني الابداع أي. كلامك من انت ابو عبد اللطيف انا الحين اقول لك نعم. عادل ادهم إيه؟ الله يرحمه الله. كان كل اعماله اجرام نعم. لكن تعال قعد مع الانسان نعم. انسان اخلاق كرم نعم الله سعة صدر نعم نعم تضحك تموت بالضحك نعم الله يعني شوف لما ياخذ جو خالد العبيد ما حد ينسى اكل ذهب اكال انا علقم ورمدلقم وكذا كذا كذا في جمعية كيفان كنا صغار دشين وكانوا عند الكاشير نعم انا علقم ورمدلقم متنا من الضحك طلعنا يعني استانسنا قبل شفت ممثل تستانس نعم. الحين العالم حتى سلام إذا سلمت عليك زين هذا تقول داك تشينكو ما يتلفت حتى ما يطالع يارا والله أبي أبو لطيف أبو عبد اللطيف أبو عبد الخازوق نعم. خلنا نتكلم عن هذه المسرحية أنا أعتقد عرضت هذه في تونس أن عرضت في دمشق في دمشق وخذوا الجائزة الأولى الجائزة الأولى أي نعم أي نعم وبعدين نعرض نتكلم عن هذه المسرحية يعني يقال انها نجحت في الخارج أكثر مما نجحت داخل الكويت نعم نعم ليش هل معناته هناك يعني جمهور راقي لهذا العمل لان في سوريا في سوريا بالذات بسوريا لما نجحت والنجاح منقطع النظير نعم اخذنا الجائزه الاولى في اول سنه انعرضت في هناك نعم وعلى ضوءها عاد رحنا
ادري والله رحنا تونس رحت تونس تونس لا رحت تونس رحنا تونس والجزائر الحين اللي سمعك تسولف لي كني انا الطياره ما جيت تونس زين بس انا اتكلم عن المسرحيه الحلوه لان كانوا فيها نجوم كان الله الله يذكره بالخير الاستاذ غنام ديقان وياهم زين يدقعود وكان ولا دقوا الصوت شغله يعني تحس ان عمل كويتي بحت لغه عربيه وظف 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 الشعبي طبعا الشعبي لان نجاحها لما توظف الشعبي لما توظف الشعبي في طراروه مع الطراروه اي كلهم ما شاء الله دقعود وخلاص هذا هذه اللي نجح العمل خالد على بالي بتطلع فرد طيب عندك الان هذه الاجهزه زين اصبحت هناك اعمال افيهات او ما ايش تسميها زين قطعت وشغلات من خلال هذا الجهاز هل سيكون له تاثير على العمل الفني على عمل المسرح على عمل سكتشات مثلا في التلفزيون او غيره ابو مشعل هذا الجهاز نعمة ما في شك ولكن صار نغمة أقول لك إياها بكل صراحة اللي استعملناه صح فهو نعمة أكو ناس نعم أكو ناس أساءوا للجهاز هذا يعني أنت أنت طفل قبل 20 سنة غير طفل الآن الحين طفل الآن يشوف العالم كله يشوف شغلات وايدة يعني نبي نتكلم نرجع شوية عن موضوع المسلسلات اللي انعرضت أوكي مو برمضان هذا يمكن أنا برا في تايلند أتعالج كانت عورني قلبي لما أشوف الأعمال هذه كانت تسيء للعائلة والمجتمع الله الكويتي الله بجد يعني أقول وينك يا رغابة الحين أنتوا وينكم عن الأعمال شلون تطلعون الأسرة الكويتية والمجتمع الكويتي أن الأبو ما يدري عن عياله الولد مدمن مخدرات البنية تطلع وتروح تي على كيفه هذا ما يجوز مو مجتمع الكويت هذا هذا مو مجتمع الكويتي هذه أشياء دخيلة دشت علينا لما بنتكلم خلينا نحط النقط على الحروف لا يعني لا تقول والله فلان والعلان انا لما اشوف شيء يسيء حق ديرتي انا قلبي يعورني حتى وانا كنت برا يعني لما اشوف الخلافات اللي تصير بين الفنانين اقول ليش مو انتم في خندق واحد الصحفي والفنان ما اقصد بس الفنان اقصد الكاتب والشاعر والملحن والرياضي وينكم وينكم ما تسرون وين عن عبد اللطيف البناي وين عن بدر بورسلي وين عن فلان وين الحديبي وين 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 احنا ما نتكلم عن نفسنا كفنانين نتكلم عن الناس اللي عطت الدولة تسأل عنهم الدولة تكرمهم حديث عبد اللطيف البناي ذلك الكاتب الاغاني لاشهر الاغاني العاطفيه واحلى الاغاني وهو من كتب افضل الاغاني الرياضيه هايدو ما تذكر يوم شو اسمه في اسبانيا بس في هايدو اي اقول لك يعني الرياضه كلها لعبت في البلد اول احلى الاغاني العاطفيه هو ملحن على على ساهر على 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 ناسين العالم كلها انا اقصد هذا هذا الجهاز ما ممكن خالد زين يستغل هذا الجهاز من خلال موقع انا ما اعرف الامور ترى زين ويعمل سكتشات ايش دعوه الحين قاعد يمك جاي من اليابان يعرف حق الجهاز هذا انا زين اعرف حق الواتساب من نفسنا انا من المحاربين القدامى نعم 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 عايزين يقولوا لي سناب شات ما اعرف انستغرام يسمونه سوال ما اعرف وبعدين مالي شغل بهاللوية انا واحد اقول لك اياها بصراحه ما احب شيء اسمه يعني اشغل نفسي في شيء لا لا انا اقصد مو كذي خالد شفت حين السوالف اللي تفضلت عنه قاعد سولف فيها ترى ممكن تقدمها بعمل بدون مسرح بدون شيء زين وتسوقها ايضا من خلال هسكتشات انا ما اقدر انا اذا ما الحي يحييك اشوف الجمهور واحس ان الجمهور متفاعل معاي تطلع الكوميديا من ادوني شي تطلع يطير زين لكن مساله اني اقعد التليفون اقول والله ما تذكرون انا اعرف ايش ما اعرف ايش دعايه سانكست انت ولا شنو فالامور هذه انا غير انا احب اتفاعل مع الجمهور اول باول ليش احب المسرح قالوا عن ابو الفنون لانه ما في مونتاج انت مع الجمهور وجها لوجه في الاستديو تيك 2 تيك 3 تيك شو اسمه ليه ما تغني على قولت القايل متى بنسري متى بنروح انا احب الجمهور المسرح واحب جمهوري لان جمهورنا يحبنا الجمهور اللي ما نسى هالناس الطيبة الجيل اللي علمونا معنى الكوميديا الله. الجيل اللي كانوا على قلب واحد مو ربعنا الحين تقول تيل طقوهم بالقاع كل واحد بصوت وكل واحد عنده جروب وكل واحد عنده شلته وكل واحد ليش
انت تشتغل نفسك ولا تشتغل حق الكويت؟ حق الكويت. هني هني انت انت تقول كذي، انت تقول كذي. واحد يقول لك لا 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 حقك انت تقول كذي. تعمل من اجل اي إيه انا عشان عشان اجيب شو اسمه لازم خشمك اذنك ولازم ادش من فلان ولازم ليش هذه هذه مو انا ولدكم موجودة. انا ولدكم وانا عارف انا عارف اذا بطرح قضيه لازم ادش بقلب المواطن يعني. وين وين يعوره اسولف يعني. انا اقول لك اياها بصراحه، انا لا عندي لا حصانه برلمانيه ولا عندي حصانه غضائيه، ولكن عندي حصانه ربانيه اللي يحبب عباده فيني. لما الناس يوقفونك ويقولوا لك والله فلان تكلم عن الموضوع، تكلم عن الموضوع، هذه تسوى عندي ملايين. افضل النعم عندنا رب العالمين. نعم. انسان يحبب خلقه فيه. نعم. ان شاء الله انت هذا الكنز الذي لا يفنى. يعني شوف اعوذ بالله من كلمه انا، يوم قالوا لي ترى الضيف وياك سميك خالد العبيد، كل طمرة كنت أطامرها تبى نمتار، طلعت وصلت الفريش خلصته بثلاث نقزات. وكان بعد موعدكم الله يذكره بالخير الشمري اللي هو شو اسمه منصور دق عليه، وبعدنا تلقيت عليه، بس أنا وقتها كنت يعني ماخذ غفوة. زين يوم قالوا لكم محمد المسند، محمد المسند ما يحتاج بعد هديت عمرك يا أبو مشعل، حبي لك 100 روح لو تمطر السماء، حبك حزن وجروح. أنا ولدي الديرة ونادوني في المسرحية صلوح، ماما سدي طاويني يا حبيبة. لكم العمر طويل حقيقة، ليلة من أجمل الليالي. الله يعيد عليك يا رب العالمين. عيدك مبارك يا أبو عبد اللطيف، نتمنى لك يا رب طول العمر والصحة والعافية وكل السعادة يا رب العالمين. وكذلك أخوي خالد وألف ألف لك الصحة والعافية وطول العمر يا رب العالمين. والله أنا الليلة سعدت كل السعادة، وأنا متأكد الجمهور من يتابعنا الليلة قد أسعد بذلك. لكم العمر طويل إن شاء الله يا رب العالمين. أتمنى أتمنى ولو ان اخوي معلى يمكن بيزعل عليها الكلمه، خالد يجد النص اللي يستحقه. نعم. كي يظهر سواء في مسلسل عمل تمثيلي او على مسرح. واما خالد ولد الديره فاتمنى ان شاء الله اشوف لك عمل يتناسب وتاريخك وما قدمته ان شاء الله بحيل الله. انا بابي الانبو عبد اللطيف يقول كلمه وانا اقول وراه قبل لا نختم البرنامج. شو بتقول يا عمي ابو عبد اللطيف؟ نشكرك بالدرجه الاولى. لا اشكر على الواجب. والتلفزيون مهما طال الزمان ولا قصر، تلفزيون الكويت نعم. ما نبي له يقدم اي عمل الا احنا فيه. نعم. بس هذا اللي نطلبه، اللي نطلبه ان العمل يكون مخدوم 100% إن شاء الله. عمل قدم لازم يعطون فيه معنى وانت عارف المعنى. عمي أبو عطيف قول العمل، أفرض فنانين الكويت. نعم. أول شيء. نعم. نعم. أفرضهم أن يكونون فيها العمل. نعم. إحنا أقول لك يا بصراحة أنا عمري حياتي ولا أفكر في يوم من الأيام أني أطق الباب على منتج أقول له شغلني. لا حبيبي. نعم. 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 انا الدور هذا الذي يبحث عنك. نعم. وليس انت من تبحث عنه. نعم. هذه شغله. واخر كلامي اقول يا رب عسى رب يحفظ الخليج واهل الخليج. نعم. ويا رب ترجع المياه لمجاريها يا رب. وانا الخليجي والخليج كله طريجي. نعم. عسى رب يحفظ الخليج ويحفظ حكام الخليج. نعم. واهل الخليج كلهم يدعون بكل ليله. آمين. انها تعود المياه لمجاريها يا رب العالمين. الله الكرام ما اجمل من ختام. نعم. هذه الليله سواء من العم خالد العبيد وعبد لطيف الله يجزي خير، او من فنان القدير ايضا خالد ولد الديره. حبيبي يا ابو مشعل اعتقد اكثر من ذلك لا استطيع اقول. شكرا لمتابعتكم هذه الحلقه، غدا ان شاء الله ايضا سيتجدد اللقاء. تقبلت حياه اسره البرنامج والمخرجان مالك اسد عبد الرزاق العطار. مع السلامه.